شهريار، ساوي قهوة لأمي، بدها تشربها بغرفتها لو سمحتي. ماشي يقولوا الخانم. انت شو عم تساوي هون؟ اجيت لتشوف زوجي. لكن اجيتي لتشوفي ميرام؟ مانو هون. للأسف ما عاد شفناه بهالبيت بفضلك يا خانو. أنا لهلأ ما عم بقدر أفهم أنت شلون بتجي لهون من دون أي خجل. لا تتطلعي هيك، أنا كنت بعرف أنه رح يجي هاليوم، لأنه ميران كان ضايع بين المحبة والشفقة تجاهك. هو عنده ضمير كبير، والمسكين كان عم يتعذب كتير وحارب ليتخلص من عذاب ضميره بسبب يلي ساواه فيكي، وكان عم يحاول يضمد لك جروحك ويخفف لك وجعك، بس أنتي ما قدرتي تشوفي شو يلي صار. طلعي، حرقتي ودمرتي كل شي. على القليلة أنا وميرام قدرنا أنه نبني كتير شغلات مع بعضنا قونو الخانو، وشي طبيعي أنه ينهدم شوي منا، بس أنتي لا تقلقي، منبنيها من جديد. هالمرة رح نتلافى أغلاطنا ونبنيها أقوى. بعتقد أنه بعد هالحكي رح تزدي كبريائك على جنب وتركدي ورامو هيك؟ ميران، أنتي آخر وحدة بحقلك تحكي عن الكبرياء. بالأول افتريتي على أخي أزاد، وبعدين طعمتي حالك بالسكين واتهمتيني، بعدلك كمان. شفتي؟ هذا هو الفرق يلي بيني وبينك. أنا مستعدة ساوي أي شي مشان ميران، بس أنتي لا. لو أنك ما كنتي هيك لصدقتي ميران فوراً لما قال أنه مو هو يلي دفشه لأبوكي. بعدين ما بعتقد أنك نسيتي. أنا وميران ضلينا متزوجين 3 سنين ريان، بعرفه منيح. هو ما بيقدر يقول يلي لازم يقوله بسهولة، وللأسف بغبائك ما خليتي بقلبه شي اسمه أنتو. لازم تفهمي إنكن انتهيتوا. لما يرجع ميران تطلعي على الخاتم يلي لابسه، ولا تنسي هالشي. ميران ما راح يكون موجود غير بأحلامك يا كونول.